وعمق معرفي الصين. الباحث تناول هذا الموضوع بعمق شديد، وأثرى بحثه بالاستشهاد في المادة القرآنية وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بما يعطي قيمة علمية وقيمة معرفية كبيرة لهذا البحث الحالي. بالنسبة لفصول الدراسة كانت متوازنة ومتشابكة وترابطت ترابط منطقي وسلس. بالنسبة للمراجع والمصادر العلمية، اعتمد الباحث أسلوبا واحد وكان يقسم للأكاديمية المنهجية العلمية المطلوبة. تم إتقانها بشكل جيد المراجع العلمية. في الحديث عن الفلسفة، الأخلاق في الفكر الفلسفي، الباحث تناول الأخلاق في الفكر الفلسفي القديم بمزايا الفكر الفلسفي الحديث، وأسهب في تناول هذا الموضوع في الفلسفة الهندية والفكر الفلسفي الحديث القديم. أشار للفلاسفة نيكولا ميكافيلي، فرانسيسكو بيكون، سبينوزا، جان لوكو، مونتسيكو، جان جاك روسو، كانت، أوغسكونت، هيجل، نيتشا، فرويد، روبرت سبنسر، ويليام جيمس، ماكس فيبر، الأخلاق الاشتراكية، جان بون سارتر، بيتر سولاركيجيك. أيضا عند الفلاسفة المسلمين اتجاهاتهم الثلاثة، الاتجاه العقلي والربي، الاتجاه الذي يجمع بينهم المسلمين. فقط الذي أرى أنه كان بحاجة للتدعيم وهو أعطى إطلالة للفكر الفلسفي عند حكيم الصين كونفوشيوس. هذا يغني البحث، يعني لا أعرف هنا كان ربما لم يتصل بالفكر سابقا، ولكن حكيم الصين له أثر كبير في الفلسفة. كونفوشيوس اهتم كثيرا بموضوع التغيير الثقافي وإعادة تشكيل القيم الجديدة بدلا من القيم الباهية. هو أدرك لأهمية الفرد ودور المكلف به داخل حركة التغيير الثقافي للتهدف إلى تحقيقه. لم تنحصر في الإيمان بالإنسان كفاية في حد ذاته، وإنما أيضا وسيلة لإنجاز هذا التغيير الاجتماعي والسياسي المرغوب فيه. وكونفوشيوس بفلسفته الأخلاقية كان يهدف في الأساس لثورة ثقافية تربوية. وكذلك يمنح كل من الحاكم والرعية فرصة التعرف على الحقوق والواجبات المفروضة عليهم في ظل التغيير الثقافي. فإذا كان الهدف الأساسي للحكومة الصالحة هو تحقيق سعادة الشعب كله ورفاهيته، فإن الهدف يستلزم بالضرورة وجود تلك الفئة المثقفة لإدارة شؤون البلاد. أيضا لكونفوشيوس هدفه تحريك ضمير المجتمع وفتح أعين الطبقات المغيبة على أزمة المجتمع، وعلى الرغم من منح الشعب الحق في الثورة على الأوضاع الفاسدة في المجتمع، لم يسعى لإحداث نمط جديد من أنماط الحكم، كان يهدف فقط إلى إحداث ثورة ثقافية تربوية. هذا يعني إطلالة على فكر كونفوشيوس الأخلاقي تبني البحث أكثر بإذن الله. أنت أشبعت بحثك بشكل رائع جدا من ناحية الفلاسفة في العصر القديم وفي العصر الحديث وأيضا فلاسفة العرب، وقمت بإسقاط فلسفة الأخلاق على ما هو جاري الآن في الواقع العربي وأزمة الأخلاق في المجتمع العربي والمعين، ربطته أيضا بطريقة إبداعية حينما أسقطت على وضع في الوضع السوري، مستفيدا من الكواكبي الذي وصف لنا الحاكم المستبد وصفاته وصفاته، فأنت استطلع بشكل جيد على الواقع السوري وما آل إليه الوضع الحالي. وهذا يعني ملاحظات للبحث. شكرا لك. طبعا ما بعرف بالنسبة للباحث يجاوب مباشرة ولا يجمع يجري بآخر البحث مرة واحدة يكون أفضل. اوكي خلينا نبدا اخر البحث. طبعا الان دكتور باسل، تفضل.